هذه الله الشوق بعيلة وبقى فيه الحال بزاف بالنسبة لوالدي. عتي أنا وكيفاش كنحس دابا وكيفاش والدي غادي يحسوا، عتي واحد إحساس راه ما يمكنش أخوتي. أنا ما كانش في قلبك الرحمة وصافي. سلام ماما، سلام بابا. انا دابا في كلشي عندي مزيان، ما تخافوش عليا. درت داكشي اللي بغيت في حياتي. ماما ما تخافيش عليا، كلشي غيبقى مزيان وكلشي غيكون مزيان. السلام عليكم اخوتي، نتمنى كل شيء يكون بخير. المهم اخوتي، اليوم راه ماشي فيديو، ماشي فلوغ، ماشي فيديو نضحكوا فيه، ما والو. اليوم اخوتي جيت ندوي على واحد الدري مغربي كان تيقرا في اوكرانيا، كان تيقرا في المدينه ديال كييف، كان تيقرا في اليونيفرسيتي ديال داكشي ديال الطيران. حتى السيد مسكين دابا ولاو شادينو رواسه، والبارح تاكد باللي راه خرج عليه الحكم بالاعدام. اخوتي جيت ندوي على الدري هذا، وجيت نقول لكم الله يرحم لكم الوالدين اللي عنده انستغرام، عنده فيسبوك، يبارطاجي شي تصويره ديالو ويقول باللي سميتو شي حاجه باش الناس توصل، الناس الكبار ديال المغرب، باش ان شاء الله يوقفوا معاه ويديروا معاه شي حل ام واحد وليه ديك العقوبه ديال الاعدام. المهم اخوتي، الدري هذا يلا عنده 21 عام، سميتو ابراهيم سعدون، كان تيقرا في اوكرانيا، كان تيقرا في كييف، كان تيقرا في المدرسه ديال الطيران. صافي بدات الحرب، هو قبل كان دار شي كونطرا مع هو من التصاور ديالو باين عز عليه داكشي ديال العسكر، سميتو من التصاور اللي عنده عادي، حاجه عادي. صافي دار كونطرا مع البحريه ديال اوكرانيا، العسكر ديال البحر. صافي مورا باش بدا الحرب مشى مع مشى يحارب مع العسكر ديال اوكرانيا. فين مشى؟ مشى اخطر بلاصه ناض فيها الصداع في هاد الحرب هادي، هي ماريوبل. مشى لديك البلاصه، بداو تما. المهم في البداية ديال مارس، هو غبر قبل البداية ديال مارس، حتى كيطلع واحد الفيديو ديال واحد اليوتيوبر روسي، هو غادي مع العسكر ديالهم كيصور داكشي ديال الحرب، حتى كيطلع السيد كيصور فيه. انا دابا غادي نوريكم الفيديو ونوريكم الدري وشوفوا اخوتي. المهم اخوتي، هو قال لك تلاقى مع المتابع ديالو في يوتيوب، وجا عنده كيصور فيه، قال لي شنو سميتك؟ قال لي سعدون. دا مارسكاي بيخوت اوكرانيا اللي خدا مع اوكرانيا في العسكر ديال قال لي هو دابا شاد دي نورواسا، هو من المغرب. قال لي فاش بديتي الحرب، قال لي واش زعما تخلعتي شويه؟ قال لي واش حسيتي بالخوف شويه؟ قال لي اه، قال لي اه بالطبع تخلعت. هو يقول لي الاخر قال لي شنو مناش تخلعتي؟ واش قتلوك ولا مناش تخلعتي؟ قال لي تخلعت غير من سميتو، كتشوف داك العدو ديالك قريب لك، هادشي مناش. قال لي تخلعت من حاجه وحده، هي داك اللي محارب ضدك، وشحال هذيك انت كتشوفو من البعيد، دابا هو حداك قريب لك وانت باغي تقتلو، هو باغي يقتلك. قال لي الاخر هذا الروسي هذا، قال لي كيعرف خمسه اللغات، قال لي كيعرف الشلحه المغربيه والعربيه والفرنسيه والانجلي والروسيه والاوكرانيه. شوف سمع مسكين بقى فيا، وماشي هي اللي تشتي مسكين، والله تبقى فيا والله ماشي هي اللي تشتي مسكين. قال لي كان تيقرا في المدرسه ديال الطيران، قال من بعد دار كونترا مع البحريه ديال اوكرانيا. قال لي دابا الدري المغربي كيعرف، قال لي قال لي مني قال لي مني وزنان، قال لي واش قال لي قال لي عرفني، قال لي قال لي واش اوكراني كيبينوني انايا؟ قال لي انا بوحدي، قال لي انا ديما كنفرج الفيديوهات ديالك، قال لي زوينين الفيديوهات ديالك. دابا خونا هذا اللي كيصور يوتيوبر روسي مع 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 العسكر ديال روسيا، كان معاه ايمن كامل. لا قال لي واش شفتي لاشين ديالي ديال يوتيوب؟ قال لي اه. قال لي فيديوهاتك زوينين، قال لي فيديوهات زوينين. المهم اخوتي، هانتوما كتشوفوا هادي هي فاش بان الفيديو، فاش بان الفيديو قلنا راه صافي، راه ما يديروا معاه حتى شي حاجه، غيهضروا معاه وغيمشي في حاله، ولا غيحكموا عليه شي حكم مزيان، ماشي الاعدام، ماشي حتى شي حاجه. المهم اخوتي، هادشي اللي كاين. من بعد دازت ليام حتى طرا المشكل عاوتاني،
يمشي البارح والبارح ولا السيمانه اللي فاتت عاوتاني بداو كيهضروا على الدري، عاوتاني بانوا الفيديوهات هو واحد جوج بريطانيين، جوج بريطانيين هو تحكم عليهم بالاعدام. دابا اخوتي اش نطلب منكم؟ دابا انا نوريكم الفيديو ديال الدري مع واحد مع واحد القناه روسيه بالعربيه، كيوريه زعما العسكر ديال الاوكراني كيفاش كيتعداو على رواسه. ومن هادي عاوتاني فيديو اخر الدري فاش كانوا غيحكموا عليه في المحكمه. دابا اخوتي اش نطلب منكم؟ الله يرحم لكم الوالدين، اللي عنده شي فيسبوك شي انستغرام شي حاجه يبارطاجي تصوير تاع الدري هذا، ويطاغي دوك الناس الكبار اللي عندهم انستغرام، اي واحد يطاغي اي واحد، مهم باش نبارطاجيو باش المعلومه توصل، باش المغاربه الحكومه المغربيه الملك المغربي يدير شي حل مع الدري هذا. هذا الشيء اللي كاين اخوتي، وهذا هو الفيديو ديالي اليوم. انا دابا غادي نوريكم فاش كان مع داك العربي اللي في قناه روسيه شكون كانوا كيقولوا بالعربيه، ونوريكم فاش كانوا كيحكموا عليهم في المحكمه. وهذا هو الفيديو ديالي اخوتي، هادشي اللي بغيت نوصل لكم اليوم. كنت باغي نلوح فيديو اخر ساعه اخوتي، ضروري نهضروا على هاد الدري هذا حيت بقى فيا بزاف ووجهه ماشي ديال هادشي مسكين. هادشي اللي كاين اخوتي، السلام عليكم. بيس، الله يوفقكم اخوتي، السلام عليكم. اسين ايدن سبيكن زريشيني بازناكوميليس. Well, do you know the information in the copy of your indictment? Так точно. Не возражаете против рассмотрения дела сегодня? Начать сегодня рассматривать дело? Do you have any objections to considering this case now? No objections. Нет. Бен Ршон. Садимся. С обвинителем знакомы? С обвинителем заключения? Do you know your indictment? Yes. Не возражаете против начала рассмотрения дела сегодня, подавать по вашему делу? Do you object against the case now? Нет. Сяду, дорогие. С обвинителем познакомились? А ты приконсенсе до ла коза? Да. Не возражаете против начала рассмотрения дела в отношении вас? Нет. Хорошо. Так. В судебном заседании у нас, согласно списку обвинительного заключения, указаны 5 свидетелей. На сегодняшний день в судебном заседании никто из них не явился. В отношении троих имеется информация о том, что они пребывают в следственном изоляторе в городе Таганроге, и прокурор представил служебный документ о том, что их явка невозможна. Два иных свидетеля не явились... سأريك أنا يعني بعض المقاطع التي تظهر مثل هذه الاعتداءات على الأسرى. وتقول لي ما رأيك؟ هذا أسير. هذا جندي أوكراني يذبح. يعني شو بقول لهذا؟ يعني هذه حادثة واحدة فقط من عدة حوادث. هؤلاء أسرى روس في مقاطعة أخرى. يتم إطلاق النيران عليه. ما رأيك في هذا التعامل؟ تعامل غير إنساني يعني. واو. بس حبيت أقول أن مثل هذه الأشخاص يجب التعامل معهم ليس باسم يعني الجيش الأوكراني، باسمهم مجرمين حرب.